تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. أخواتي إخوتي سيداتي سادتي، في بعض وسائل الإعلام العبرية قيل أن الكرسي الرسولي أي الفاتيكان توصل إلى اتفاق مع السلطات العبرية المحتلة لفلسطين منذ سنة 1948، وبموجب الاتفاق ستعطينا نحن المسيحيين الكاثوليك في الكنيسة اللاتينية ستعطينا الحق أن نقيم شعائر القداس في العلية، علية العشاء الأخير. ولكن هذا الخبر عار عن الصحة، يعني حتى الآن لم يتم أي اتفاق. على فكرة هنالك من جهة أخرى لجنة فاتيكانية فلسطينية للتفاوض للتفاهم في سبيل إبرام العهود والاتفاقيات بين السلطة الوطنية الفلسطينية، مع أنها ليست دولة حتى الآن، إن شاء الله ستكون بأسرع وقت ورغم الصعوبات، وبين الكرسي الرسولي أي الفاتيكان، ويرأس الوفد الفاتيكاني سيادة المونسنيور إيتوري بالستريرو، ويرأس الطرف الفلسطيني المهندس زياد البندك، الوزير زياد البندك. الآن إذن ما هي هذه العلية؟ هذه العلية ذات شأن كبير عندنا نحن المسيحيين قاطبة، بغض النظر عن موقعها. لماذا أقول بغض النظر عن موقعها؟ لأن أشقائنا السريان الأرثوذكس في القدس زهرة المدائن عاصمة فلسطين يقولون أنها موجودة في الدائر حيث أسقفهم، حيث النائب البطريركي، يعني في البلدة القديمة ليس بعيدا عن باب الخليل، وأنه العلية هناك. لا بس إذن ما خلى أشقائنا السوريان الأرثوذكس موقع العلية هو على الجبل المدعو خطأ جبل صهيون. صار في طبعا خلط في الأسماء، وأيضا مدعو خطأ جبل داود، لأنه داود الملك حسب الكتاب المقدس نفسه لم يدفن على هذا الجبل، بل في منطقة الأوفل، يعني اليوم شرق جنوب المدينة، في الجنوب الشرقي من المدينة المقدسة، يعني منطقة الجثمانية، هذيك الحارات زي ما نقول. هذه العلية ذات شأن كبير، وأحسبها المقام الثالث، المكان المقدس الثالث بعد مغارة المهد وبعد الجلجلة وقبر الخلاص. في هذه العلية أقام السيد المسيح العشاء الأخير، وفي اليوناني بنقول له أوميستيكوس ذيبنوس، يعني العشاء السري، حيث أسس السيد دوميت سري القربان الأقدس والكهنوت، فالكهنوت في خدمة القربان الأقدس، هذا الكهنوت الجديد وليست الذبيحة دموية بعد الآن، بعد ذبيحة المسيح، وترمز إلى ذبيحة المسيح، ويرمز إلى ذبيحة المسيح الخبز والكأس. الآن في هذه العلية نفسها كان السيد المسيح القائم من بين الأموات يظهر لتلاميذه، وعشاء يعني عفوا ليلة أحد قيامته من بين الأموات في المساء
ظهر لتلاميذه وأعطاهم موهبة روح القدس، وأسس بذلك ما ندعوه سر التوبة أو سر الاعتراف، يوحنا 20:22-23، نفخ يسوع فيهم وقال ظهر وقال له السلام عليكم، شلاما لخون أو شلاما عليخون، السلام عليكم بالعربي، كما أرسلني الأب أرسلكم، يعني كما أرسلتني الطبيعة الإلهية أنا أرسلكم. نفخ فيهم وقال لهم لافت ابنهم آجيون، خذوا روح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عنهم المغفرة تمسك عنهم. وتكررت ظهورات السيد المسيح القائم من بين أموات تلاميذه، وخصوصا في تلك العلية حيث كان الرسل قد تجمعوا ذنبون بالعربي الدارج تضبضبوا في دار غلقت أبوابها خوفا من اليهود. العلية كانت ملك مريم أم يوحنا مرقس، وهو الإنجيلي البشير مرقس تلميذ مار بطرس وترجمانه وابنه الروحاني، كما نقرأ في رسالة القديس بطرس تسلم عليكم رسالة القديس بطرس الأولى، تسلم عليكم المختارة التي في بابل، يعني كنيسة روما، ومرقس ابني، ومرقس ابني هاي بنلاقيها في ابنه، يعني هاي النبوة البنوة والأبوة الروحية، أعتقد هي الفصل الخامس آية 13، بس خليني أتأكد إذا مزبوط. نعم. الآن أيضا في هذه العلية حل روح القدس على السيدة العذراء منها السلام والرسل الأطهار والتلاميذ الأبرار، هذا ما نقرأه في أعمال الرسل الفصل الثاني الآية الأولى وتابع. في اليوم الخمسين، في اليوم الخمسين من قيامة يسوع من بين الأموات. إذن هذه العلية تجمع كل هذه المقدسات. منذ البداية المسيحيون الأولون أقاموا الشعائر بالضبط في هذه العلية، يعني كل قداس هو إعادة للعشاء السري، كما قال السيد لهم المجد هذا هو جسدي هذا هو دمي اصنعوا هذا لذكري. المسيحيون الأولون أقاموا الشعائر. عندنا قبل سنة 130، قبل سنة 130 في هذا المكان كنيس لليهود المتنصرين. إذن في عندنا تضاريس المجمع اليهودي ولكن مع العبادة المسيحية. حتى سنة 130، حتى في حرب بين 130-135 حيث قمع الإمبراطور هادريانوس ثورة بار خوخفا اليهودي. إذن بيقولنا الأسقف إبيفانيوس الذي هو من أبناء فلسطين البررة بيقولنا إنه وجد أدريانوس المدينة المقدسة خربة خالية خاوية، ما خلا المنطقة هذه التي لم تصل إليها يد الحرب والعدوان، وحيث كنيسة الله الصغيرة حيث أقام السيد المسيح العشاء الأخير. إذن كان فيه كنيسة صغيرة، وبعد ذلك أتى الفرس وهدموها سنة 614 كما هدموا معظم المقدسات. الآباء لسه قبل آباء الفرنسيسكان الصليبيون رمموا المكان، قبلهم رمم المكان بطريرك القدس. إذن بعد ما رحل عنه، إذن هون عندنا أسماء زي موديستوس زي ماكسيموس، كل هاي الشخصيات اللي رمموا هذا المكان المقدس. الصليبيون رمموا المكان وكبروه، ولكن أتى الآباء الفرنسيسكان
واشتروا المكان، اقتدوا المكان تبرع من محسنين، ولا سيما من الملكة سانشا. سانشا زوجة ملك نابولي روبرتو. وبقيت العبادة المسيحية في ذلك المكان حتى القرن السادس عشر. حتى القرن السادس عشر بعد ذلك أتى طبعا في عدة أمور حصلت أعلن عنها في بيان للهيئة العليا المقدسية، ولكن أنهي هنا كلامي بأن أقول إنه في يعني منذ أول المسيحية حتى القرن السادس عشر لم تنقطع قط العبادة وإقامة شعائر القداس في المكان، مكان العشاء الأخير الذي كان القداس الأول للسيد المسيح. طبعا ما حصل بعد ذلك وكيف أصبح المكان مسجدا وكيف عد وقفا إسلاميا، هذا ما تجدونه على صحيفة القدس الغراء التي تصدر في القدس عاصمة فلسطين زهرة المدائن في بيان الهيئة الإسلامية العليا. وشكرا لإصغائكم. يعني بس اللي برضو بدي أقوله إنه لا يجوز أنه نطوش على شبر مي مجرد ما نسمع فنقول إنه نحن كمسيحيين نريد أن يحصل إخوتنا المسلمون على كل حقوقهم، نريد أن نستعيد معهم كل ما اغتصب من فلسطين، أولا المقدسات، ثانيا المنازل اللي ما بنقدر نستعيدها، اللي فيها هلأ ناس مش راح نطرد هذول الناس ولا راح نقتلهم، ولكن نريد مبدأ العودة، صح ولا لا؟ حق العودة، ثانيا حق عودة الممتلكات إلى أصحابها. لا بدنا نقتل حدا ولا بدنا نرمي حدا في البحر. فالمقدسات كمان ليست أثمن من الإنسان نفسه كما يقول قول الإسلامي مأثور. فإذا ما بدناش إحنا يصير بيننا فتن وقلاقل ومشاكل، وقد خسرنا ثلاثة أرباع فلسطين، مش راح نتقتل ونتطاوش وزي ما يقولوا بالأردني نتهاوش على غرفة حتى الآن لم نحصل منها على شيء، وهي حقنا كمسيحيين وحقنا أيضا كمسلمين. والآن المسألة ليست بيدنا بل بيد محتل يهودي صهيوني. إذا كان الأمر بأيدينا نحن المسيحيين، فأكيد إنه لا مانع عندنا إذا أعطينا جزءا من حقنا الماضي في هذه العلية، لا مانع عندنا إذا كان الأمر بأيدينا أن نعطي أيضا حقا، أن نقدم أيضا حقا لإخوتنا المسلمين، بما أنه في يوم من الأيام أصبح ذلك المكان مسجدا. إذا لا نريد صراعا، لا نريد نزاعا، هذا كله يعني غير وارد. لا نريد أن نقتل البشر بسبب الحجر. إذن نحن نرفض ما أريد أن أسميه إذا سمحتم لي الليثوقراطية، مش الثيوقراطية، الليثوقراطية من اليونانية ليثوس. ليثوس يعني الحجر. لا نريد من الحجر ولو كان مقدسا أن يقتل البشر. لا نريد من الحجر أن يقتل البشر. وطبعا نعرف في المصادر الإسلامية أنه الفتنة أشد من القتل. فإذا نرجع لكلمة السيد المسيح: أحبوا بعضكم بعضا، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. وكلمة رسول الأمم إناء المختار: إن أمكن سالموا جميع الناس. وشكرا لإصغائكم.